السلام عليكم الأصدقاء ديالي وخوتي العزاز، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم خوكم أنوار من قناتكم وقناتنا أنوار برو. أصدقاء ديالي، نصير المزراوي في أول مباراة ديالو مع فريق ديالو بايرن ميونخ لعب الشوط الأول من المباراة. أكثر الناس يقدروا يسولوني علاش لعب غير الشوط الأول، لأن تقريبا التشكيلة خرجت في الشوط الأول وتشكيلة خرجت في الشوط الثاني. سال الشوط الأول بثلاثة مقابل لا شيء. نصير المزراوي قدم مباراة كبيرة ورائعة وكأنه ود الفريق ويعني ومنسجم مع الفريق، ما شاء الله تبارك الله على النصير. كنتمنى له مسيره موفقه. اصدقاء ديالي، ما غاديش نطول عليكم، ندوزو نشوفوا التحركات ديال النصير وانتم حكموا عطوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. ما كرهتكمش تشجعونا بلايك، لان اللايك ديالكم فريمون تيحفزني وتيخلي الفيديو يوصل لجميع المحيط. ندوزو نشوفوا ديالي خوتي العزاز، كما شفتوا معنا هذه هي التحركات ديال النصير المزراوي. كنتمنى تعطوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات، كيف جاكم النصير المزراوي في اول مباراه ديالو مع فريق بايرن ميونخ؟ واش المستوى ديالو جيد؟ واش كتحسوا به منسجم من البدايه او لا غير جاب لي الله؟ اما الناس اللي مازال ما داروش لينا لايك، ما كرهتكمش تبركوا على داك اللايك باش الفيديو هذا يوصل لجميع المغاربه في جميع انحاء العالم. اما الناس اللي ما مشتركينش في القناه، كل ما اشتركتوا في القناه وفعلوا زر الجرس ديال الجرس كل ما توصلتوا دائما بالجديد ديالنا. تهلاو لي في راسكم بزاف. كيف العاده كان معكم خوكم انوار من قناتكم وقناتنا انوار برو. السلام عليكم.